مشاهدينا، مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة، موضوع جدوى الأعمال اليوم هو السياحة وعلم الاجتماع. كيف وقت السياحة بتقرب المجتمعات لبعضها، خصوصا إذا كان في ثقافات مختلفة أو حتى إذا كان في ثقافات وديانة مشتركة؟ رح نتناول هالموضوع مع ضيفنا بالاستوديو، لكن خلينا نكون مع تقريب الأول. المجتمعات المختلفة التي تمتلك تراثا ثقافيا واجتماعيا فيها مزايا تقربها من المجتمعات الأخرى. السياحة بصفتها فعالية اجتماعية تحقق هذا التقارب بين المجتمعات المختلفة الثقافات. لقد ظهر مجال جديد للأبحاث والدراسات الاجتماعية هو السياحة وعلم الاجتماع، وقد ولد قسم الدراسة هذا بعد انتشار السياحة بين الدول، حيث غني هذا المجال بتدقيق ومراقبة التغييرات والتأثيرات التي تحدث للمجتمع مع زيادة قدوم السياح لذلك المجتمع. وتتداخل مجالات الاهتمام بين السياحة وعلم الاجتماع بشكل مضطرد، كل منهما ينهل من الآخر، لذلك نقول إن انتشار مجال الاهتمام بعلم الاجتماع والسياحة هو نتيجة للعلاقة القوية بينهما. إن تحليل العلاقة بين السياحة وعلم الاجتماع يدعو للاهتمام بعلاقة الشعب المضيف بالسياح، لأن هذه العلاقة تؤثر على العلاقات الدولية بين الشعوب والدول. إن العلاقات الثقافية بين الأمم تؤدي إلى ولادة نتائج سياسية وتؤثر على تقارب المجتمعات. مشاهدينا، للإضاءة أكثر وأكثر على هالموضوع معنا متخصص في التراث والتاريخ سيدي جلشان. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. وش بقولك؟ يمكن أول سؤال، خلينا نعرف، خلينا نقول سياحة علم الاجتماع، خلينا نعرفها قبل. بالأساس في أساس السياحة هناك الحوادث الاجتماعية، عندما تقولنا علم الاجتماع وعلم السياحة هو عبارة علم الاجتماع، وهو علاقة الإنسان وعلاقته وموقع الإنسان في المجتمع. على الأخص إذا قلتم السياحة فهي عنصر متحرك، وأن الفرد هو الذي يفعل هذه السياحة، وهذا عبارة عن فعالية ثقافية، وهذه عملية مهمة. موضوع السياحة موضوع مهم في المجتمع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية. طيب، نعرف العادة بس يكون القطاع السياحة هو بأثر اقتصاديا على المجتمع، يعني بيزيد الدخل للبلد المضيف، وحتى يعني بيصير في حركة بالعجلة الاقتصادية، بيصير في سواح عم بيصرفوا مصرياتهم بالبلد اللي رايحين عليه، يعني خلينا نقول تركيا، بيصير في عجلة اقتصاد متحرك، يعني في حركة لعجلة الاقتصاد، في خلينا نقول تجارة يمكن بتزداد. لكن شو تأثير السياحة على المجتمع التركي وحتى على الأفراد اللي عم بيزوروا تركيا؟ خلينا ناخذ مثل تركيا، يعني شو تأثير هيك للمجتمع السياحة؟ من الطبيعي أن يكون تأثير السياحة بأنه له هو عبارة عن صناعة بدون مدخنة، هذه هي السياحة، وبصراحة هو مفيد جدا، وهناك فائدة في الاقتصاد البلد بالنسبة، وهذا المبدأ مفيد جدا ومهم جدا بالنسبة للدول السياحية. وحاليا فيما من ناحية الحضارات وانتشارها بين الدول كتركيا أيضا من ناحية البحر وفي
فيها الشمس وفيها حضارات أخرى وفيها ميزات غير موجودة في عدة بلد من العالم مثل الحضارات التي عبرت في تلك المنطقة. من يريد أن يرى تلك المناطق يمكن أن يأتي إلى هنا ويراها ويتسرد ناحية الثقافية، وهذا عبارة عن دخل اقتصادي للدولة، وهذا حاليا عبارة عن قوة دافعة للاقتصاد التركي في تركيا. من هذه الزاوية هذا مهم جدا وله باع في الاقتصاد، وهو مجال مهم بالنسبة لتركيا. إذا إيبي، مين بيأثر على مين؟ يعني بتأثر السياسة على السياحة أم السياحة بتأثر على العلاقات السياسية بين البلدين؟ هذا سؤال صعب جدا ولكن هو جميل جدا. السياسة من السياسة إذا أردتم أن السياحة عبارة عن خيط من القطن كالحروب، والسياسة والحروب والأمراض الاجتماعية والأمراض الفعلية هو مهم جدا بتأثر على السياحة، بأن في حال في هذا الموضوع يؤثر في هناك موضوع السياحة الثقافية، وهذا الأشخاص الذين يأتون من شان الثقافة يذهبون إلى حران ولا أرفا وصفرانبول في تركيا وإلى فان ويسكنون فترة طويلة. مثلا إذا في توتر بالعلاقة بين بلدين، توتر مش عم بقول في خلاف أو عداوة، في توتر سياسي معين، هل السائح رح يتجرأ ويزور هذا البلد الثاني؟ من الطبيعي هذا بالنهاية السائح هو أجنبي، والسائح الأجنبي إذا أراد أن يعرف يأتي إلى بلد لا يعرف تقاليدها وعلاقة ولو كان عنده دليل سياحي ممكن أن يخاف من القدوم. التطورات السياحية السياسية تؤثر جدا على السياحة، هذا فعلي موجود. وأهم الخيار هو للسياحة هو السلام في وطننا والسلام في العالم هو مهم جدا إذا نظرنا من هذه المنطقة، لأن السياحة تمشي جنبا إلى جنب مع السلام. وأريد أن أعطيكم مثلا عزمة في التاريخ الإسلامي، من التاريخ الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم في فترته في حقبته بالمدينة يسكن في المدينة عندما حاربوا مع بعضهم البعض، وعندما قدموا الغريبين إليهم، وفي موسم التجارة كانوا يقفون الحرب ويمارسون التجارة في عالم في السياحة هناك تجارة وعمل، وأجمل طرف في السياحة هو أن رفع الفروق بين المجتمعات، اللغة والدين، ورفع المزايا الأخرى تفرق بين الشعوب، وهي فعالة لجمع شمل الناس على السلام والمحبة، وهذا هو السياحة بمعنى الحقيقي. منعرف كل وزارات السياحة بالبلاد بترمم مثلاً القصور، المتاحف، الأبنية الأثرية حتى أو بتحافظ على الأماكن التراثية الأثرية، لكن كيف منرمم أو خلينا نقول كيف منهيئ المجتمع تيستقبل السواح؟ كيف منهيئ الشعب؟ كيف نستطيع أن نوسع حلقة السياحة؟ هل أخطأ؟ يعني مثلا وزارة السياحة بترمم الأثرات، القصور، المتاحف، بتكون هي صارت جاهزة لاستقبال السياح، لكن كيف منهيئ الشعب المضيف ليستقبل السياح أكثر؟ يعني عادة إذا منروح على بلد معين نقول هذا شعب بخيل أو شعب مجوع أو مثلا شعب كريم أو شعب بيضحك مثلا يعني مهضوم، كيف منهيئ الشعب ببلد المضيف تيستقبل السياح أكثر ويتعاطى مع السياح بطريقة مثالية؟ نعم، من الطبيعي أن يكون أحد خواص السياحة هي أن من بلد إلى بلد السائح يستشعر هناك من ناحية طبيعية يمكن أن يأتي ليجب إلى الجوامع والكنائس والأماكن اليهودية والنواس المعمارية والطعام، وهذا من أجل تعريف ذلك هناك يجب تشكيل سياسة خاصة محلية تتعلق من الدولة قصيرة الأمد والمتوسط والأمد البعيد، وتعريف الدولة على إلى الآخرين مثل متحف توبكابي، أن متحف توبكابي هو أن إسطنبول هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية وهناك فيها توبكابي وفيها متحف. خلينا ناخذ مثل، مثلا كيف منهيئ الشعب التركي تيستقبل سواح أكثر؟ يعني هل بتهيئوا مثلا في يمكن حملات وطنية من وزارة السياحة أو من مختصين بجامعات تا يكون تعامله مثلا مع السواح أفضل، يتعامل بهالطريقة مش بهالطريقة،
عم بحكي عن الشعب مش عم بحكي عن الاماكن، الاماكن بيعرفوها الناس بياخذوا جيد وبيروحوا على كل المطارح الاثريه والسياحيه، لكن الناس كيف بتهيئوه تيتعامل مع السواح اكثر؟ مثلا بتشجعون يتعلموا لغات، بتشجعون يكونوا مثلا صبورين اكثر خصوصا بمحلات التجاره، هيك قصدي فهمت. نعم. طبيعي الحادثة كالتالي، السياحة هي التعليم، العلم والتعليم، أن التعليم الفني وفنون جميلة هذا يبدأ من الطفولة، من المرحلة الابتدائية، أن الوالدة تعلم أطفالها على إلى المتاحف وتعلمه اللمسات التاريخية الموجودة وتعرفه على البيئة التي حوله وتزرع فيه هذا الحب، ويجب هذا الحب أن ينشئ في كل المدارس في المرحلة الابتدائية والمرحلة الدينية أيضا والمرحلة السياحية والسياسية. يجب الطفل ان يكون مترعرعا مع تلك هذه الامراه، وان ويجب ان نكون نسوق بلدنا على مدى انتم تقوم بتعريف بلدكم تحصلون على سواح اكثر. لا نقول بان السائح الدوله التي تنتظر سياح يجب ان تفهم تصرفات ومتطلبات تلك الدول التي تاتي لتزورها. العربي عندما ياتي لتركيا ما هي تربطه؟ الياباني عندما ياتي الى بلدك ماذا يريد، ماذا يهتم؟ يجب ان تحضر هناك مجموعه من الدليل السياحيين لكي يسعوا لاتجاه هؤلاء الاشخاص ويعرفهم على البلد باجمل شكل، ويجب عليك ان تعرف المجتمعات الاخرى ومتطلباتها في بلدك ومصر. انا ذهبت الى مصر مع عده مجموعات واقوم في هذا العمل السياحي في مصر. نحن انا قبل ان نذهب هناك تعلمنا ماذا المصريين ماذا يعرفون، ماذا يريدون، ماذا يطلبون، ماذا كيف يتصرفون، ماذا يريدون منها، كيف يجب ان نتعامل معهم. مثلا الحكومه المصريه تتفقت مع الكتاب الاجنبيين لكي يكتبوا عن مصر وافلام ومسلسلات ودعوه، وبنتيجه هذه القصص حضر مئات ملايين ملايين لنقول من الناس الى مصر لكي يسوحوا بناء على هذه الطب. انا اقول لكم نحن نذهب الى اوروبا ونتنزه في اوروبا. نعم أنني أعرف الحضارة الأوروبية والتركية والحضارة في موسيا ومصر وإيران والأردن وتلك البلاد في بلاد في الشرق الأوسط. بعد أن رأيتها رأيت بأن الحضارة الأوروبية من أين أتت عندما تتعرف على تلك البلاد في الشرق الأوسط، وعندما نذهب إلى تلك البلاد نرى العربي كيف يعيش، وأنت إلى تركيا تأتي التركي كيف يعيش. هل هناك أي سؤال آخر في هذا الموضوع؟ عندي سؤال أسمع تفضل. أهم مثل ما ذكرت حضرتك تسويق، موضوع تسويق السياحة، يعني كل بلد كل ثقافة في لها شيء معين، أداة معينة بتتسوق فيها، مثل القهوة التركية بالنسبة لتركيا، بالنسبة للشرق الأقصى هلأ اشتهر السوشي بكل الأماكن. هل هي الوسائل مثل ما عم تحكي هي هيدي، ولا في وسائل غير ممكن الإنسان يستخدمها بتسويق السياحه؟ هذا من الطبيعي من التسويق، يعني التسويق هذا الطبيعي جدا، هناك عمليه نفسيه في هذا الموضوع. كل تصرفات دوله لغات الجسم التي يصلها الدوله في عندما تقوم بتسويق بلدك، كيف انك تتصرف مع السائح الياباني؟ يجب ان تعرف كيف تتعامل مع الالماني، مع الاسباني، كيف حركه جسمه، ماذا يريد؟ هذا جزء من التسويق. نعم، هل هذا كان سؤالك؟ لان هذا مهم جدا، اريد ان اعطيكم مثلا على ذلك أن بلاد البحر الأبيض المتوسط، إسبانيا وإيطاليا واليونان، مثل هذه البلد، هؤلاء الأشخاص ممكن أن تلمسوهم، هناك عملية اللمس عندهم، ولكن الإنجليزي لا يمكن أن تلمسهم لأنه ينزعج جدا، والأمريكي أن ينزعج من اللمس. نحن نقول لذلك بهذا الموضوع أن تضع فترة بينهم، أن هناك يجب عليك أن تعرف كيف تقترب من هذا السائح، إذا اقتربتم بشكل خطأ ممكن أن تخسره. ينبهونا حتى أنه عند نروح لأمريكا نبهونا كان في سيدات كبار، أنه نحن بثقافتنا منحب الأطفال، نبهوا السيدات قالوا اعكن إذا شفتوا طفل صغير بالشارع ما تحبوا هيك، بجوز العائلة تقدم شكوى للمحكمة، يعني تعلقوا فيها.
صح، فهو تحرش بالاطفال. هذا صحيح، لانها صحيح جدا، لانه في تايوان بولاد الشرق الادنى هناك لا يريدوك ان تحب اطفالهم وتلمس اطفالهم، لانه يفكرون بان الروح موجوده على الراس، وان تلمس الروح هذا شيء سلبي، وهذا له علاقه في اثبات بعض الحركات التي نعرفها بحركه اليد لا يمكن ان تستعملها، ولكن الايطالي يستعمل يده جدا، ولكن الانجليزي لا يقبل ذلك، تحرك يدك يقول بانك جاهل، هذا عباره عن شيء من التصرف. وعندما تسوق السياحه يجب عليك، انا كشخص قبل انا اسعى ودليل سياحي بجانب عملي كمدرس في الجامعه، وانا في موضوع التسويق عندما اقوم باعلام او اعلان عن شيء تريد، يجب ان تعرف كيف ان تتعارف مع الدكاتره والاطباء النفسيين لكي تقدم تعريف صحيح 100%. حاليا لنقول باننا ان نتكلم مع سائح، يجب عندما تضع يدك على كتفه ممكن ان يعارضك بشكل سلبي جدا، ولكن حتى ولو الايطالي اذا كان يحب ذلك، عندما تضع يدك على كتفه ممكن ينجح، ولكن عندما تلمس يده كانك كصديق معه. ضيق، وحضرتك عندك هيك بتسرد كثير اخبار حول العالم هي من خلال تجربتك الكبيره، لكن خلينا نحكي عن اسطنبول، عن ثقافه اسطنبول مثلا. بنعرف انا بس كنت اجي عم سلم على ناس باسطنبول، نحن بلبنان بنبوس ثلاث مرات، هون بلبنان باسطنبول بيبوسوا مرتين، كنت الثالثه على طول اضرب راسي براسهم لانه هن بيكونوا فلنوا. يعني خلينا نحكي عن مزايا اسطنبول مثلا، شو عندهم عادات؟ عادات يعني هيك معروفه يعرفوها السواح، بيعشوها السواح اكثر، مش العادات الحياتيه اللي على طول، يعني لازم يعرفها السواح، انه مثلا لازم يسلم مرتين، لازم مثلا اذا فات رجل كبير يوقف مثلا، يعني هل المزايا الاجتماعيه تبول تركيا او اسطنبول؟ هذا من الطبيعي أن نقول أن هناك شيء واضح في كل تركيا، هناك عادات وطنية وتصرفات وطنية. هذا في لبنان كما تعرفون أنكم، هذا الموضوع الذي شرحته عن تقبيل بعضكم البعض في لبنان. عندما يأتي السائح إلى إسطنبول، إذا أتى سائح أجنبي إلى لبنان يريد أن يدخل الجامع ويتنسى في الجامع، عندما وظيفة الدليل وأن يخلع حذاءه ويدخل، لأنهم يدخلون الكنيسة بالحذاء والسيناغوب اليهودي، ولكن تدخل الى الجامع لا يمكن تدخل في بالحذاء لك، لذلك يجب شرح ذلك للسائح. وعندما تذهب الى زياره مواطن تركي في بيته لانه يصلي في بيته، يجب عليك ان تنزع حذاءك، تخلع حذاءك ايضا، لان هذا يختلف عن العادات الاوروبيه، هذا مهم جدا. حاليا عادات التي نعرفها، ولكن العادات التي نعرفها يجب علي ان ابحث عنها. الياباني ما هي الشيء التي يحبها؟ يجب ان تعرف الياباني ايضا ماذا يفكر حسب المجموعه الجايه، يجب عليك ان تقراه جيدا وتعرفه وتبحث عنه. إذا أي شخص يتنزه في إسطنبول بدون دليل سياحي هذا خطر بالنسبة له، وهذا شيء سيء. أنا أتيت من سواس إلى سواس، وأنت تذهب إلى سواس وتتنزه بالشورت، هذا منافي للعادات والتقاليد في سواس، ولكن في إسطنبول كان تفعل ذلك. ولكن عندما تذهب في أي سائح يجب أن ننبهه إلى هذه الحادثة، يجب عليك أن لا تتنزه بشورت قصير جدا في بعض المناطق، لأن هذا شيء جدا يجب أن يعرف تلك السائح. هل هناك سؤال جميل آخر ممكن أن تطرحه لي؟ سؤال أنت من خلال تجربتك، شو بتعتبر هي واجهة البلد؟ شركة الطيران، المطار، أم الأوتيل؟ هذا أول شيء بيواجههم السائح. كلهم مهمين جدا. يعني ما ياتي السائح الى المنطقه لا يريد ان يرى اي من الثلاثه في كل مكان، دغري بياخذ فكره السائح عن البلد، شركه الطيران، المطار، ام الفندق على الريسبشن. كلهم مهمين، هذا عباره عن موضوع متكامل. عندما ياتي اذا كان المطار هناك طائرات كثيره والطقس جميل جدا والفندق خدمته كويسه والجهه المعماريه سيئه، ويجب عليك عندما تمارس حياتك انك لن نقول انك سكنت في فندق فخم جدا، ولكن اذا لم تعكس شيء جيد عن بلدك هذا ما يخلق الاتصال بينك وبينهم.
نعم كلهم مهمين بالنسبة لبعضهم البعض، الماء والهواء والوسط مهم جدا. أعتذر، لنقول بأنك ذهبت إلى أنطاليا وأنك تريد أن تنشئ فندق بها، إذا قطعت الأشجار ووضعت الإسمنت هناك لا يأتي أحد إليك، لأن الرمال والأشجار مهمة بالنسبة للسياح. مستقبل السياح في السنوات القادمة يقولون أن الثقافة السياحية الأساس في هذا الموضوع، وأساس الدخل الوطني والاقتصاد في هذا الموضوع هو هذا ما تكلمنا، هو الأشجار والرمال. ويمكن أن نقول بشكل مريح بأن خلال 10-15 سنوات هناك موضوع كل شيء داخل في السعر، والناس الشخص يأتي إلى الساحل إلى أنقرة يتجول في أنطاليا، ولكن ممكن يأتي إلى الفندق ويأكل وينام فيه بدون أن يتجول بشكل كافي أخر، ولا يتعرف عن رجل الأتراك. وعندما وبعض الأشخاص قبل أن يأتي إلى صنبور يذهبون إلى كابادوكيا والمناطق الأخرى، حاليا ما يحصل، تأتي إلى الفندق وتأكل هناك وتنام هناك ولا تذهب إلى أي مكان آخر ولا تعرف على الناس، وهذا موضوع يعتبر نقص من ناحية السياحية. هل هناك شيء ممكن تنهي خلال فترتكم الزمنية المحددة لي؟ هل هناك أنني أنتظر أسئلتك؟ ما هي الأسئلة الممتعة التي ستسألني إياها؟ هل ليس هناك أي سؤال؟ هلا لا، خلص وقتنا، خلص وقت فكرتنا لليوم. على أمل نستقبلك أكثر. تزاقي قرشان وتخصص في التراث والتاريخ، شكرا لحضورك معنا. شفنا هالنشاط، يا رب كل هيك المتخصصين بالسياحة وبالسقف يكون هيك عندهم هالنشاط ويكون عندهم تعاملهم حلو مع السواح مثل حضرتك. شكرا لك. نعم، أنا لا أستطيع أن أقول بأنني على علم بكل الأمور، دائما أنا طالب وأريد أن أتعلم الشيء الكثير، ودائما طلابي هم أصدقائي وأنا أتعلم منكم شيئا جدا، وأشكركم لكم لأنكم استدعوتني إلى برنامجكم باسم جامعة ضغوش. أشكركم جدا وأنا أحبكم. أسمع يا أسمع، شو عنا؟ يا توني، شو عنا اليوم؟ أنت كثير عندك فضول تعرف شو عنا، دائما كل نهار بدي أعرف شو في إفطار اليوم. هالشهر كيف عندي هيك ما عم نعرف. طيب خلينا